Tic-tic, allez comme tic-tic, ou dima, un tic, maghrib, dima, magnifique. Hein? Dima, dima, chauffe. Comme une bête tenue, la rabbit vient maintenant. On a acheté l'île Kemla. On était très contents. Il y avait une double fête. Encore une fois, Tahanin al-Maghrib Kemlin, Tahanin al-Maghrib Dakhil Kharij al-Watan, Tahanin al-Jalal al-Malik. ما شاء الله اللي كان بغيوه ها ندعو ليه بطول العمر والصحة والعافية والعائلة العلوية الملكية انا غيان انا من نوتر روا سي نوتر مونارشي سي نوتر سيمبول It's to you to try to convince me that to be another one than a Moroccan. تيفو درتو لروسيا دابا قطر من بعد غادي نقاد شي امور هي الفرحه زعما الصراحه سيتي اتوني انا كنت متوقع ان المغرب غادي يربح وبتاع انا كاين لي زيليمون كلشي وكانوا شي بيرتيرباسيون غير هو شويه نرفانا واحد لانه متعنت ربما الى ايكوتي لا فوا دو لا ريزون لا فوا دو لا سيجيس في الاخر وقحم اللعابه اللي يديروا الريزلتا في الديبار ما حاولش يخلي الريزلتا حتى الاخر كما كنا كنهضروا اخرين قال لك الشروق والتاير التي في في المغرب هو اللي قصى قرقيرو فهمتي كانوا ربحوا في كاميرون كاميرون ربحت عاود عندهم ماركاو البيت ديال التعادل ديرنيغ سكوند لو ماتش ني جامي جوي في غاني افون لو سيفلي فينال وكانت بزاف ديال لي زافونس من البريزيدون تاع هوك وداكو كيقول لك حنا كنظن ندوزو الدوزيام تور ديال لاكوب دي موند وتا دابا مازال ما وصلتيش Never try to make ground before the end of our man
jamais essayer de prétendre gagner, qu'il ne faut jamais essayer hein, de prétendre gagner avant la fin du match, avant le sifflet final de l'arbitre. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant le d'avoir gagné le match. المهم نرجع للموضوع احنا هانئا لنا وماشي احنا اللي خسرنا ديك الدوله اللي من هوك فهمتي دعاوي المغرب هذوك راه حتى حاجه ما تصدق ليهم صراحه هي هذه وكيقول لك حنايا افريقيا ما تبغيناش وراتوما كدعموا افريقيا خلصتوا الديون ديال افريقيا باش تجيبوها باش يصوتوا ضد المغرب يكونوا مع البوليزاريو فهمتي باش يصوتوا هنا بحال دابا هذا اللي كيقول لك بالرغم من الصعوبه حنا كاس افريقيا في الجيب وكاس العالم في الجيب بالرغم من الصعوبه حنا ندو كاس العالم وشفوا عليا في الختام نقول الرهان تاعي انا الرهان انه لو ان الجزائر تفوز بكاس افريقيا وكاس العالم نولي محلل في الجزائر ولا ما فازتش ما نزيدش كاس افريقيا في الجيب داير هنا هذا يقول لك هو كذلك افريقيا ما تريد تحبنا ونحن لا نحب بذلك حقيقه نحن لا سي غاف انا لا احب بذلك لان عمري كرهنا بكل بساطه ولكن لابد ان نفرض منطقه نحن الجزائر لابد يكون عندنا مسؤولين في الكعب هذا هو اللي لابد اننا نعمل عليه من الان لا نترك الوقت لكي كل مره نكون ضحيه ارهاب افريقيا ارهاب افريقيا قال دمع هذه بعد رساله المغاربه شي وحدين اللي كانوا يدوا على القجاع دابا كتشوف كيفاش كيهضروا على القجاع كتشوف دونك خصك تكون شويه ها مخطط مغربي لاقصاء الجزائر من المونديال في سيناريو حزين ومؤلم مؤامرة واضحة من دولة لا داعي لذكر اسمها تتعرض لإقصاء مرير فهمتي هيا زير تي في زير تي في قسما فوتبول اسمح لي فوتبول كيبقى فوتبول الماروك نا ريان افوار دون تو سا حنا راه درتو لنا دولة وسط دولة وسط دولة وسط دولة درتو لنا مشاكل كثيره والمغرب ديما ساكت ما كيدوي ما الصحافه الرسميه ما كتدوي ما والو هادشي كاع خلي عليا انا بغيت جانسيست على ثلاثه ديال الحوايج البارح بديتهم نعاود نجبدهم اليوم سي تري امبورطون راه ماشي اللعب اول حاجه هو هما هادو هادي اللي قلت لكم غادي تشارك توجه كلمه لشباب الصحراء الغربيه بوليزاريو شباب الصحراء الغربيه بوليزاريو وقول يا ربي ينصركم ربي ينصركم تحيا ناس العيون تحيا ناس العيون الدوره هذه سميتها ورده شارلمان مش عارف انا ما عنديش معاها ما كنعرفهاش ورده شارلمانتي ورده شارلمانتي زعما زوينه ورده الزينه شارلمان الصحراء الغربيه بوليزاريو ورده شارلمان شباب الصحراء الغربيه بوليزاريو وقول يا ربي ينصركم ربي ينصركم تحيا ناس العيون تحيا ناس العيون الدوره هذه هي وعبدو عبدو غادي يديروا صحراء هذا على حسب هاد لانونس انا ما جو نو سوي با سيغ هي لانونس لو تخوازيام ايديسيون لو 7 مي 2022 à 15h la salle Providence Oujda dîner apéritif ordre d'œuf poulet café thé et pâtisserie 450 dirhams دخل باش يدخلوا يتفرجوا في هادو 450 درهم والفنانة دوزوا المحن ديال كوفيد في وجدة في بركان في أحفير وفي المغرب كامل وجايبين هادو وردة شارلمانتي اللي كانت كتهز مازال كاين دي فيديو غادي نبينوهم كتهز الخرقة ديالهم ديال البوليس بال
وجايبينها دونك وجدها خصهم يكونوا في رونديفو ولي زوتوريتي يكونوا رونديفو ويديروا ان انكيت على هذه القضيه هذه كي اسكيا انفيتي هادو هذه سيرتو هذا الجروب هذا اللي كيساند اعداء الوحده الترابيه اللي هي مقدسه عن جميع المغاربه. وثاني حاجه على هذاك صاحبنا اللي صاحبنا اللي دوا في الاذاعه الطليانيه وقال المغرب احنا عرفناه انه جاهل وانه امي وانه متخلف عرفنا كل شيء هادشي عرفنا فهمتي ولكن انا راه كنت حضرت السلطات المعنيه في المنطقه لان كنت كنقول لهم ودي داك السيد اللي راه كيصور ديك المنطقه ديال دوار الغفله اللي نبت غير هكداك ما بين مجيت لافيراي ديال الزاكي ورا التشارك ما بين السبيت وسيدي مؤمن سيدي مؤمن العمله ديال البرنوسي وكنت كنتعاير بها شاك فوا انا كنبين الصوره بين طنجة بيت رباط سلا فهمتي محمديه بوزنيقه ديما كازا بلونكا ديما كيدخلوا قرا قيرو كيقولوا لي سير صور دوار الغفله انا ما عرفتش دوار الغفله وصلت لهذاك المستوى ما كنت عارف كيفاش دوار الغفله ورا ديك الساعه هو اللي كيدير الاشهار دوار الغفله يشوه المغرب داخل المغرب وما تنبهوليش السلطات لانه كان كيدير يوتيوبر وعاونوه لعابه ومن بعد مشى للمغرب مشى للطاليان كيقول المغاربه جيعانين والمغاربه جيعانين هو بعدا الدوله ما كانتش تخليه كاع يدير براكم ما تخليش يسكن تما كانت كتريب ليه ديك الدار وهذيك هذاك الشيء اللي كان يدير فيه كان خاصو يتعتقل ديك الساعه خصنا هذا البرلمان اللي حالي خصو يشرع قوانين تجرم كل من اساء الى المغرب سواء كان في المغرب او داخل المغرب كما دار عده دول على راسهم مصر تمس في المغرب تعاقب سواء بغرامه قاصحه سواء بالسجن خصنا نقدس الوطن بالقانون ماشي غير اللي جا يبقى يحل فمو ديجا هو فمو قد الكراج ديال بي مهدل وبارك يهضر السيد بغى يدير بلاصتو بالسعايه ويشوه في بلادو هذا يلوف لا فوا وزوط وحنا غادي حنا كنديروا دابا المستحيل باش نبلغوا كاين صحابنا تما في الطاليان هضرنا معاهم باش يعطيونا غير ايماج ديما داير كيعرفوا المغرب المغرب فهمتي هذا خاص المغاربه يفضحوه ما مهبطوش المستوى ديالو هو متخلف وجاهل ويبحث على الفلوس ويبحث على سيدي لا مونديسيتي اون فوندون سون بي الى فوندو سون بي كيبيع بلادو يبيع الكرامه ديالو والكرامه ديال الشعب المغربي باش يبان ما سي با بوسيبل سي با نورمال وكاع المسار ديالو كي كان في هذاك الدوار الناس كانوا متبعينه وشكون اللي ابوني عنده القراقير هما اللي ابوني عنده بكثره لان كانوا كيجبدوا ليا شاك فوا كندير شي فيديو ولا على المغرب زوينه كيجبدوا ليا كوبنهاغ دوار الغفله كوبنهاغن ورا ولدي الصغير هو اللي نبهني قال لي ودي هاد دوار الغفله راه هو اللي قلت له ودي راه ما كاين قال لي قلت له راه كان غير صغير كانوا هيك شي بناء عشوائي كبر حتى ورا ليا قال لي شوف كاش كيتصور بالكاروينا وكيتصور داخل وكيستعرض المجاعه والجوع بالكذوب والناس من برا وداير ما عندهمش الحق يديروا ذاك البناء كله غير قانوني الدوله سمحت ليهم الدولة ديالنا حنينة بزاف حنينة الصراحة وكتساعد مع المواطن لأين حنا نتمناو صياغة قانون يجرم كل من أساء إلى المغرب صافي ترمينيس كل من أساء إلى الملك وكل من أساء إلى الأمة المغربية ترمينيس وكل مواطن عنده الحق يتابعوا قضائين أنا نقدر نتابعه ماشي غير الدولة كل من أساء إلى الملك أو إلى المغرب يمكن لأي مواطن متابعته قضائيا هادي اللي هتزمط ليا البط اللي اساء الى هادي ما كتسماش ديمقراطيه انك تسب بلادك وتعير بلادك لا الوطن مقدس الملك مقدس تقديس ديال 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 الاحترام ماشي قيد التقديس الالهي اللي غادي يوليو يحاولوا يعاودوا يديروا لي هذيك الفتاوي ديالهم الخاويين سي لا لين روج فهمت فو با ديباسي لي فرونتيير الوطن المغرب والملك اللي تشافي هاد الزوج هذا يمكن متابعته قضائيا
من اي مواطن من طرف اي مواطن مغربي، سواء داخل المغرب خارج المغرب، باش بنادم يزم داك القرد دمدوم ديالو ولا القرقوم ديالو ولا شكل. هادي خص هاد الرد. الا ما كانش هاد الشيء راه ما كاين والو، فهمتي؟ خص بنادم تخلي ليه ديك لوكازيون وانه يعطي الباب للاعداء ديال الدوله يدخلوا ويدخلوا لك من داك الجانب يسبوك من داك الجانب، فهمتي؟ لا، خصنا لي ماروكان اللي كيبريزونتو لنا يعطيونا لا ميير ايماج دي ماروك. اما هادو لا علاقه لنا بهم، ما عندهمش الروح الوطنيه وما عندهمش الروح المسؤوليه وما عندهمش حتى ديك لي فالور دو نوت. واش المغرب، واش المغرب التاريخ ديالو يجي واحد بحال هاد النوع هذا؟ ها يهضر غير على راسو، يقول لهم انا فقير، انا جيعان، انا ما كناكلش، انا ما كنخدمش، انا ساكن في براكه. يهضر على راسو، ما يهضرش على المغرب. واش المغرب؟ انا واش نوجه له الكلام مباشره؟ انه يعني هو ذو المستوى، انسان حقير، انسان يريد ان يتسلق السلالم بسرعه على حساب المواطنين المغاربه اللي هما شرفاء ونقيين. شوف المغاربه اللي في ايطاليا كيشعلوا، المغاربه اللي في اوروبا كامل، جميع الجاليه المغربيه كتشعل وكتساهم في اقتصاد الوطن وكتشيد بالمملكه وكتشكر المملكه. يا ريت الناس راه تكرفصت باش مشات لايطاليا، حرقوا وتعذبوا وتقرب لي في المغرب ما غاديش يكون معاك مزيان. وهذا بين 20 وضحاها بدا كيسب المغرب، ماشي الاذاعه، وكيخدموا ضربوا ليه بابيون حتى هو ولا من البابيون. هادشي اللي بغيت نقول لكم هاد النهار، بقاو غاديين بشويه بشويه، لان لاشان راه كانت السينيال الاولى، غادي نقادوها من بعد، نقاد تاتجي الاخرى ونقادو معاها الامور. كنشكركم على الدعم ديالكم الصراحه، دعم كبير كبير بزاف، كنشكركم. وهاد لاشان ديالكم هادي، فهمتي، دعموها، باقي خدمه كثيره كثيره. وما تنساوش نطلبوا المشرع يدير لنا قانون اننا عندنا الحق نتابعوا اي مواطن مغربي او غير مغربي اساء الى المغرب او اساء الى الملك، عندنا الحق نتابعوا قضائيا باش نزمطوا البلد. هادشي اللي كنقول لك. وبالنسبه للسهره ديال وجده، نتمنى هذيك السهره تلغى او يديروا سهره، يديروا مغني اخر، عطى الله المغنيين المغاربه ويديروهم، فهمتي؟ ولا يجيبوا شي مغني من دوله صديقه بحال السنغال ولا، راه عندهم مغنيين واعرين، فهمتي؟ مغنيين سنغال ولا دول اللي دايرين عندنا القنصليات، خصنا نعرفوا كيفاش نوريو لهم المواطنه والاتحاد، لا سوليداريتي بور نوتر سيتويانتي و نوتر باتريوتيزم. ما خصناش نبقاو ندوا با اجيغ دي ليبيرومون، اون فا كونتر لا بوليتيك جينيرال دي ماروك. الماروك عنده واحد الدوله كتحارب، قطعت عليه الاجواء، قطعت عليه الارض، قطعت عليه البحر، دات ليه العرجه، طردت ليه 350 الف، فرض عليه حرب، دايره دوله اخرى مختطفه مغاربه في تندوف، عده امور فيها ما يتبغى هادش، فيها ما اش فيها اي حاجه كتوقع يحصلوها فيك. اش بغيتي هادشي يعني؟ انا اول هادي سي لا فيديو نيميرو 2 اللي هضرنا على هذا الموضوع. نتمنى ان شوفوا رايكم نتوما، ولكن نتمنى ان الدوله تجاوب معنا، البرلمان يتجاوب معنا ويسن قانون تجريم كل من اساء المغرب، وباش تعرض على ناس كيهزوا الخرقه ديال المغرب حتى هذا يجرم. واخا قال لك هادو المحامين، انا جاتني بيزار، قالوا لي ان المحامين هما اللي دايرين هاد الصح. ما كنظنش، ولكن غير يشاع على انه المحامين هما اللي نظموا هاد السهره، ولكن ما كنظنش. ونتمنى ما تكونش فري، نتمنى ما تكونش فري، ونتمنى هاد السهره تتلغى، يجيبوا مغنيين موجودين، يجيبوا يتهلاو غير في هذوك اللي في باب سيدي عبد الوهاب، لي بلاب قهوه البداوي، يجيو يضربوا شويه كسبوا ويحيوا التراث المغربي. تبارك الله عليكم، وشكرا لكم، شكرا لكم بزاف، لان ما بقيت ما نقول لكم، لان جئتي تري زيمي صراحه بالتضامن ديالكم والتفاعل ديالكم، وهنيئا للفريق الوطني ومزيدا من التألق. وشكرا للعابه، شكرا للعابه كاملين وجميع مكونات الفريق الوطني وجميع مكونات الجامعه الملكيه لكره القدم وجميع مكونات العصب اللي ساهموا، وشكرا للجمهور اللي كان مساند، وشكرا لكل من كان يؤمن بهذا الفوز، وشكرا للقجع. ونتمنى القجع يزيد يبقى، لانه هو اللي خارج القراقيرو، هو اللي باغي نطيحوه، نتمنوا يزيد يطلع مزيان، وعلاش ما يكونش حتى هو رئيس ديال لا فيفا ان شاء الله. تبارك الله عليكم، تحيه لكم، الى اللقاء.